عندي بقى ايفنت هنا، حاجه اسمها ايفنت ايه بروفايلر. من هنا انا اقدر اشوف شويه ايه ايفنتس موجوده عندي خلاص، او اشوف اس كيو ال لوجز خلاص. لو في لوجز عندي اقدر اتراجل شوت شويه. وعاده احنا بنفضل ان الاس كيو ال لوجز هنا شكلها ما بيكونش لطيف شويه، فبنفضل دايما نعمل لوج ايه، يبقى عندك سيستم يعمل لك اوديتنج، سيستم يعمل لك ايه. طبعا هو بيقول لك هنا كل حاجه بتحصل بتتسجل خلاص. يعني بص، كل حاجه احنا عملناها ايه هتلاقيها مكتوبه هنا، من اول ما دخلنا على المانجمنت كل حاجه هتلاقيها ايه موجوده خلاص. طيب انا اقدر اجي على الداتا بيز دي مثلا واقوم ارن جواها كويري، او افتحها في الباور شيل. يس ماشي. طيب او ان انا اعمل حاجه اسمها اس كيو ال كويري، اللي هو ده دي بالاس كيو ال لانجوج، اكتب هنا الكود الخاص بالاس كيو ال كويري اس كيو ال خلاص، واعمل له اكسكيوت. اقول له يعني انا هنا بلعب جوه داتا بيز، اقول له ريموف كذا. احيانا ببقى انا مثلا ايه، انا غيرت اسم الاس كيو ال سيرفر وعاوزه يسمع جوه الداتا بيز، او نقلت الداتا بيز دي من سيرفر لسيرفر تاني، بس الداتا بيز الاسم القديم موجود لسه زي ما هو. فبعمل برن كوماند هنا كده يطلع لي كوي ويقول لي والله اسم الاس كيو ال سيرفر ايه. يعني مثلا تعالى ادور لك على الكويري ده، اسمه اس كيو ال كويري مثلا. اقول له مثلا انا عاوز اعرف الاس كيو ال سيرفر نيم ايه بس. شركة ات حاجة كده. من آسف ماشي. اكسكيوت من غير سبيس، او تكون محتاجه سبيس مثلا. لازم سبيس، ما ينفعش. ممكن بقى 2019 السنتكس فيه مختلفة شوية، مش فارقة كتير يا معلم، يعني انت بتقول حاجات زي كده احيانا، دور عليه. هيك حاجات دلوقتي شبيهة يعني. ماشي. طيب يبقى انا من هنا انا بقدر مانج الداتا بيز نفسها، او مانج الانستنس نفسها، اضيف بقى بيرميشنز، اعمل اي حاجه. يعني مثلا فور اكزامبل، تعالى كده اوريك حاجه. يعني مثلا لو انا جيت قلت ايه، انا عندي اليوزر ده، لا مش من هنا، ايوه مثلا انا عاوز اضيف له الايه البيرميشنز دي. ماشي. فممكن اقوم قايل له ايه، سكريبت افتح لي في كويري. بص الكلام اللي انا عملته كله بالجي او اي ده كتب هو ده، الترا سيرفر رول ضيف ده لليوزر ده، اقول له اكسكيوت.
successful. فهمت الدنيا؟ اه يعني أغير فيها هتتظبط وهكذا. تمام؟ طيب عندي إيه تاني ممكن أعمله هنا؟ طبعا أنا زي ما قلت لك يفضل لو أنا عندي ال اس كيو ال، يبقى انا عندي مثلا حاجه زي الاس اس كوم، السيستم سنتر اوبريشن مانجر، اي مونيتورنج تول على ليفل السيرفر وعلى ليفل الابلكيشن بتساعدني بتديني فيدباك، بتخليني اقدر اقرا الايرورز والحاجات دي كلها بسهوله شويه. قلت لي قد ايه التولز اسمها ايه؟ مثلا بتاعت مايكروسوفت اس اس كوم، سيستم سنتر اوبريشن مانجر. اوكي ماشي؟ فبتنزل على السيرفر، على السيكوال نفسه، على السيرفر نفسه، وتمانج وتمونيتور مانج. بالظبط كده، ده افضل، لان المونيتورنج بتاعت الاس كيو ال ما بيكونش لطيفه قوي، ويفضلها تطلعها بالكويري. يعني عاده الناس الدي بي اي بيطلعوها بالكويري، بتبقى اسهل لهم عكس ما يقعدوا يقروها ايه من هنا. واضح؟ تمام. تمام.